اوكي انا بس بدي اقول شغله، انا بحب بشر للعالم انه نحن صرنا بدوله ايران. عن جد انا بهنيكم. هيدي هي مستشفى جبل لبنان. اوكي اوكي انا لابسه شورت وبلوزه عادي، سوري انه انا فرجيت ثيابي هلا، بس ممنوع فوت لان لابسه شورت، مع انه من يومين كنت فاتة عادي لابسه شورت طبيعي كمان، وفتت عادي ما حدا حكاني ولا السكيورتي، وكمان كنت فاتة والسكيورتي ما فتحت مو، بس تطلع مره على اساس هي مسؤوله هون، قال انا بهاللبس المش محترم ما في ادخل المستشفى، اختي مولده هون بدي اطلع ابقى معها لحتى تاني نهار انا اخذها معي على البيت. فبهنيكم على دوله ايران اللي عملتوا لنا اياها. انا بالحزميه بمستشفى جبل لبنان، ماني قادره بشورت اني فوت على المستشفى، يعني عن جد يعني حسسوني اني سوري جاي، سوري على الكلمه، حسسوني اني جاي بالزلط. على كل حال انا بهنيكم وتفه على هيك دوله وتفه على هيك مستشفى بلا اخلاق.